سلامة وايد مستانسة لأن عيالها ما شاء الله عليهم يابوا أعلى معدلات في المدرسة، عشان كذي فاجأتهم واشترت لهم طير. هي بس يا سلامة، من وين اشتريتي هالطير؟ ها؟ تأكدتي من نظافته وأنه خالي من الطفيليات والأمراض؟ حسب منظمة الصحة العالمية، عدد الأمراض اللي تنتقل للبشر من الحيوانات الأليفة والطيور يزيد عن 175 مرة. تتنوع بين الأمراض البسيطة والأمراض الخطيرة القاتلة. هاي الأمراض ممكن تكون بكتيرية أو فيروسية أو حتى من طفيليات تعيش في ريش الطيور. ومعظمها ينتقل عبر الملامسة أو تنشف غبار ملوث بفضلات الطيور، وتؤدي إلى مشاكل والتهابات حادة في الجهاز التنفسي. عشان شي يا سلامة، لازم تشترين الطير من محل مرخص أو عيادة بيطرية، بعد تتأكد من خلوه من الأمراض والطفيليات. هي؟ والطير مو بلعبة، فلا تخلين الأطفال يلامسونه يا سلامة، ويكون القفص بعيد عن متناولهم. وضروري تنظيف القفص بشكل دوري مع لبس الكمامات الأنفية والقفازات وغسل الملابس بعد التنظيف. هي. أنا الصراحة أقول مكان الطيور هي في الطبيعة مو في الأقفاص. عساك بدوم صحة وسعادة.